يعني أنا كل سعيدة معالي الله الوزير يسلمك. من أسمع أنه أكو سكك حديد راح تصير بين الموصل ونينوى وبين بغداد، يعني وقريبا جدا وبشرافك، يعني هذه معلومة صحيحة لو هيك يعني إشاعات؟ لا ان شاء الله احنا هاي الحكومه ما بها اشاعات، الاشاعات عرفناها احنا الان. لا، مو حتى نعرف، يعني نحن نسمع. اريد نكون منجزين. نعم، انا اريد اعرف انه حقيق هذا الشيء قبل ما نبدا باي حديث. نعم صح نعم انه اكو سكك حديده نعم اليوم كملت بين الموصل، راح تكمل مو راح كملت، تكمل نعم بين الموصل وبغداد يعني قريبا. من خلال برنامجك، وان شاء الله يعني العراقيين كلهم يسمعون. انا وصلت الى مراحل متقدمه جدا، لقيت عدد من القناطر مدمره من داعش، نعم. ولقيت جسر ايضا مدمر. فمن طلبت وزير مدير عام السكك، طلبت من عنده انه لازم نوصل للموصل. طلب من عندي مبالغ ما عنده الرجل، قلت له تستخدم المبالغ اللي موجوده عندك بالتشغيليه. فالان من خلال التشغيليه والمباشر كملنا كل القناطر اللي توصلنا الى الموصل. بعد عندنا عندي 40 كيلو كانت مفقوده من السكه، وهاي ان شاء الله بلشوا بها احتمال، يعني انا طم ان شاء الله يعني الشهر القادم بنهايته ان شاء الله قطار بغداد واو، بغداد الموصل هاي يوصل بشرى ساره لاهالي ويوصل نينوى. ويوصل من خلال القطار الصيني اللي هو سرعته حوالي 110 الى 120. واو، هاي طبعا بشرى ساره لاهالينا محافظه نينوى انه القطار ان شاء الله راح يكون بين نينوى وبغداد، وقطار صيني وسريع جدا يعني. تبريد وكامل وجاهز. وهسه لو تسالون، هسه لو تسالون كثير من يعني اخواننا يعني اهلنا بالموصل، العمل يمهم وشايفيهم مدى. حتى نعم. لقينا تجاوزات على سكه القطار نفسها، وبالتالي من شافوا السكه واقعه راسا هم رفعوا التجاوزات الناس، واستقبلوا هذا الموضوع بكل فرح. وان شاء الله ان شاء الله يوصلهم القطار مو الشهر، يعني الشهر اللي وراء يعني ان شاء الله. هذه تحديات كبيرة يعني بصراحة في ظل الظروف اللي نعيشها وظروف أمنية بصراحة يعني، والموصل تستاهل أكثر وأكثر، عاشت يعني ضيم داعش وأيضا مدينة متهالكة بسبب الدمار اللي حدث أهلنا فيها في الموصل والحرب يعني. أولاً، فهذه بشرى جيدة جدا أنه لأول مرة يكون هناك سكك حديد، يعني أنا أقصد يعني فترة قريبة من السابق كان موجود، بس هسه الحكومة تفكر أنه تربط الموصل ببغداد من خلال سكك حديدية، وأيضا المواطن يرتاح، وأيضا قطار صيني وتبريد وتكييف، يعني فشي إيجابي إن شاء الله يكمل إن شاء الله. لا ان شاء الله. شوف احنا هذا راح يكمل، بس اريد يعني اوضح الصوره للاخوه. احنا هذا بجهد، حقيقه جهد كبير نعم. الان تقوم به مدير يعني الشركه العامه للسكك الحديد بجهود ذاتيه من خلال يعني موظفيها ومن بعض العقود اللي تسويها. بس انا اللي مفارحني الحقيقه، اللي انا احس بسعاده، انه المواطنين اللي تمر عليهم هاي السكك كلش متحمسين للقطار انه يمر. ولذلك اكو بعض التجاوزات، الناس قسم نعم. من عندهم يعني ايسوا بعد ماكو قطار يفوت، كان حتى بناء على 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 السكه صحيح، كلها تقديم التجاوزات من قالوا لهم راح نمدن، هم نفسهم شالوا ورفعوا التجاوزات. والان انا ايضا بنفس الوقت يعني طالبت من المحافظ نينوى انه يعيد ايضا المحطه، والشخص يعني تفاعل ويانا، وان شاء الله هاي المحطه ايضا تكمل. وعندنا المرآب ان شاء الله، المرآب الكبير في الخاص بالنقل الخاص الان في مراحل متقدمه جدا، ايضا كان متوقف واحنا عدناه للعمل. اتمنى ان ينجز خلال هاي الشهرين الباقي.